والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال نتابعها مع محمد عبد الله. اتفضل محمد. شكرا إلهام وشكرا دينا. إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية المنوعة محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مشددا على أن هذا الملف يتطلب تحركا عاجلا وسريعا من أجل تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة. جاء ذلك للاجتماع لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، حيث أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يكون التحرك في هذا الملف مقترنا بالعمل من أجل التوصل إلى حوافز واضحة وإيجاد إطار تنظيمي محدد للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستجدات الموقف الحالي للأعمال والمشروعات الاستراتيجية والاستثمارية الجاري تنفيذها بالمنطقة. وخلال اللقاء تم عرض أهم نتائج الجهود الترويجية للمنطقة الاقتصادية والتي أثمرت عن تعاقدات ومشروعات في المناطق الصناعية، من بينها 46 مشروعا حاصلا على موافقات نهائية و43 مشروعا حاصلا على موافقات مبدئية، بالإضافة إلى تأسيس 54 شركة بالمنطقة. وقعت مصر والسعودية مذكرتي تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال تنمية الصادرات غير البترولية وفي مجال تطوير صناعة السيارات. وخلال لقاء مع نظيره السعودي، قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن اللقاء أكد على أهمية إيجاد آلية عمل مشتركة للتعاون في مجال الثروة المعدنية، لا سيما المعادن والمعادن الثقيلة والرمال ذات قيمة الاقتصادية. من جانبه أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إلى توجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات المشتركة مع مصر باعتبارها علاقات استراتيجية. على بعض المخرجات إن شاء الله هيكون في بيننا تعاون وتكامل صناعي ما بيننا وما بين المملكة في بعض القطاعات اللي موجودة بين ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. هيكون في تعاون ما بيننا في السوق الأفريقي، هيكون في تعاون ما بيننا في مجال الثروة المعدنية. زيارتنا في هذا اليوم للشقيقة مصر هي امتداد للعمل الذي تكلم عنه مع الوزير في إيجاد سبل التعاون بين المملكة ومصر في قطاع الصناعة والثروة المعدنية. كما تعلمون جميعا الحمد لله العلاقة المتميزة التي تربط البلدين علاقة تاريخية ومهمة، قيادة البلدين حريصة على تنمية هذه العلاقة. نحن في الجانب الاقتصادي حريصين أن تكون الجوانب الاقتصادية والتعامل التجاري وتنمية حركة التجارة ما بين المملكة ومصر أيضا على نفس المستوى من التميز. في منطقة الخليج أنهت أغلب أسواق الأسهم الرئيسية التعاملات على ارتفاع بعد أن مرر الكونغرس الأمريكي اتفاقا بشأن سقف الدين جناب الحكومة العجزة عن سداد الديون في أكبر اقتصاد في العالم. وزاد المؤشر السعودي بنسبة 1.9% مسجلا أفضل أداء في المنطقة. وفي قطر أنهى المؤشر التعاملات على صعود بنسبة 1.8% مع ارتفاع كل الأسهم المدرجة عليه تقريبا. قرر تحالف أوبك بلس تحديد مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024 وحتى نهاية العام. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها وفي مقدمتهم روسيا، ويضخ نحو 40% من الإنتاج العالمي للنفط، وتؤثر قراراته بشكل مباشر على أسعار الخام العالمية.